آخر محطة بمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس اليوم بتعرفنا مشاهدينا على المهرجان الدولي للحكاية الشفهية والمونودراما اللي راح يتم بين 11 و16 أدار على مسرح مونو. تفاصيل أكثر عن هالحدث مع ضيوفنا. برحب بالسيد جيهاد درويش. أهلا وسهلا فيك جيهاد. حضرتك المدير الفني للمهرجان وحكواتي كمان. وبرحب بمدير مسرح مونو السيد بول مطر. أهلا وسهلا فيك سيد بول. في عنوانين بدنا نوضحهم. الأول هو الحكاية الشفهية شو هي، وكمان المونودراما. رح بلش معك سيد جهاد، شو هي الحكاية الشفهية؟ الحكاية الشفهية هي عمل أدبي، يعني كرواية قصيرة لكن شفهية. عمل أدبي بيتطلب كل ما بيتطلبه العمل الأدبي، يعني اختيار الصورة السليمة، اختيار التنسيق الحكاية، لكن شفهية. يعني نص المكتوب ممكن يخدم كذكرى أو ما يخدم مطلقا النص المكتوب. يعني الحكواتي بذهنه فيلم، نعم، هو بكون فيلمه، فيلم عم بيشهده وعم بينقل لنا اياه بالكلام وعم ينقله بالكلمه ساعتها. لكن عدم عمل ادبي لانه بيتطلب صوره صحيحه وسليمه ودقيقه. نعم. والا بصير ثرثره، بصير حكي. نعم. يعني فهي يعني هي الحكايه الشعبيه. الحكايه الشعبيه الشفهيه ممكن يكون جاي من 5000 سنة، ممكن جاي من اليوم، من نعم. حي من جنبنا يعني، ولكن ممكن تحمل نفس الرسالة حتى ولو كانت من 5000 سنة أو اليوم. هي إذا بقيت من 5000 سنة لأنه حامل الرسالة بتعنينا. نعم. شيء اليوم. إذا نعم. ما بتعني شيء اليوم هي بتموت لوحدها. الحكواتي من رموز تراثنا اللبناني والعربي كمان. نعم، الحكواتي من رموز تراثنا. كان هو اللي ينقل الادب للمجتمع، كان هو يعلم الادب للمجتمع، الادب بالمعنى العربي، يعني بمعنى الثقافه العامه، بمعنى الحكايه، بمعنى ولكن ما في شعب بالعالم ما كان عنده حكواتي وحكايه. يعني هذا الادب مشترك بالعالم كله، حتى شكله هيكليته مشتركه بالعالم كله. يعتبر انه يمكن اقدم صوره لمارسها. نعم. الانسان بالادب. نعم، بدي انتقل عند سيد مطر تيشرح لنا شو يعني مونودراما. هون بتختلف عن الحكايه الشفهيه. مونودراما طبعا بتختلف عن الحكايه الشعبيه الشفهيه. المونودراما لون من الالوان المسرحيه، اللي هن المسرح بيختلف عن الحكواتي كمان. المونودراما هي يعني دراما منفرد، بمعنى آخر إنه اللي بيجمع الحكواتي وصاحب المونودراما هو إنه شخص واحد على المسرح. نعم. ولي على الخشبة. يعني فينا نقول مونولوج، نوع من المونولوج. ستاند أب كوميدي ممكن مثلا نعتبرها نوع من المونودراما. في مسرحيات كتبت ووضعت بمسرحيات تقليدية مش بالضرورة كمونولوج لشخص واحد، اللي هي كمونولوج بيتأدى. الميزة اللي بتميز المونودراما عن الحكاية الشفهية، حكاية الحكواتي، الحكاية اللي خبرها الحكواتي، هي انه المونودراما بيعتمد على وسائل معروفة من الأداء المسرحي، مثل النص الثابت غير المرتجل أو غير المتحرك. نعم. مثل الديكور. هيدي بالمونودراما. هيدي المونودراما لأنه لون مسرحي، يعني في إضاءة ثابتة معروفة، مؤثرات صوتية معروفة. نعم. أزياء معروفة، يعني بيتأيد أكثر بأدائه. وعند الحكواتي في مجال أكثر للارتجال. الحكواتي حر بشكل مطلق، الحكواتي. نعم. متحرر كليا، يعني الحكواتي بيرتجل، الحكواتي نصه منه مكتوب، نصه محفوظ. نعم. هيدا الفرق بين المونودراما. ولكن القصة اللي بيقدمها الحكواتي هي قصة حقيقية أو من مخيلته؟ لا، القصة يعني الحكايات إجمالا تعتمد على شيء حقيقي تبني. نعم. منه خيال، يعني جانب الخيال ضروري جدا بالحكاية مثل بأي عمل أدبي. لكن ممكن، يعني ما في شيء بيمنع الحكواتي يحكي أحداث حقيقية حصلت. يعني أنا بمهرجان القادم بكرة بالمساء. نعم. راح احكي شهادات نساء بمصر خلال الثوره الاخيره بمصر. والسنه اخترتوا موضوع المراه كعنوان. نعم. رئيسي. نعم. للمهرجان كله. فكل القصص اللي راح تتقدم بتتمحور حول هالموضوع. هيدي الدوره ال15 لكم، بلشتوا عام 2000، بدنا نشوف كيف كانت الاجواء السنه الماضيه من خلال هالفيديو. Il y a les proverbes, il y a les chants, il y a la danse, et on reste dans une tradition orale. Grand-mère disait, quand ta parole n'est pas plus importante que le silence, garde-la dans ta bouche, car elle ne pourrit jamais la langue. Une parole qui reste dedans, ça ne me semble pas mauvais. Non. Non.
Vous arrivez au Sénégal, on vous dit ne courez pas, parce que là-bas, on dit que quelle que soit la vitesse de tes pieds, tu n'auras jamais tes fesses devant toi. Et même, cours vite aussi vite que le cheval, ou le jaguar, ou le chien, tes pauvres petites fesses seront toujours derrière toi, comme les petites fesses de Kirikou. Et disait aussi Yakam qui yakoulé, gourou Yakam. Naradi, c'est le jigen pour moi. T'as compris? Hein? Ah, c'est ça. Ça va venir. يعني من هالمشهد بتصور موضوع السنة الماضية له علاقة بأفريقيا؟ صحيح. صح؟ صحيح. كان السنة الماضية كل الرواد كانوا جايين أو الحكواتية كانوا جايين من أفريقيا. هالسنة كم حكواتي رح نشوف بهالمهرجان؟ مثل كل سنة خمس حكواتية. نعم. يعني هالسنة عندنا جهاد درويش جاي من لبنان. جاي من فرنسا. جاي من فرنسا على الطيارة بس أوكي. هو أصلاً جاي من لبنان. أوكي يعني من مختلف الجنسيات العربية. صحيح. ومش عربية بالضرورة في عنا المهرجان دولي في عنا حسن كوياتي جاي من بوركينا فاسو في عنا كوراليا رودريغيز جاي من كوبا في عنا حليمة حمدان جاي من المغرب وفي عنا ناتالي لبوشي جاي من فرنسا عم نحكي كم لغة؟ اللغة الأساسية للمهرجان هي الفرنسي من وقت لوقت هناك سهرات بالعربي نعم. سيد جهاد حضرتك حكواتي وتعلمت هالمهنة وفينا نسميها مهنة من والدتك الشخص كيف بيتعلم يكون حكواتي؟ وين بيتدرب؟ أكثر من طريقة هلا ممكن واحد بالمرافقة يعني أنا رافقت أمي خلال مدة تعلمت شوي شوي من المهنة لكن ممكن الإنسان ما يكون ربيان ببيت في حكواتيين ويتعلم في دورات تعليم بكل أنحاء العالم هلا صار في دورات تعليم لعتاء الحكواتي لعتاء بيعلموا الجداد في مدارس عم تبدا تنشا هلا مدارس نعم. ببرامج لثلاث سنين تعليم الحكايه والثقافه العامه على كل هيدي من اهداف المهرجان الحفاظ على الحكايه الشفهيه والمونودراما بلبنان وعملنا دورات بلبنان للحكواتيين الجداد اي طبعا هدف المهرجان انه يبني جيل جديد من الحكواتيه بلبنان ايضا نعم وين بنلاقي البطاقات سيد مطر؟ البطاقات عم تنبيع بمكتبه انطوان وعلى باب طبعا المسرح أي ساعة العروض رح العروض الساعة 7:30 مساء كل يوم ابتداء من بكرة يوم الثلاثة نعم. حتى يوم الأحد الجاي عادة لما نسمع بالحكاية الشفهية أو الحكواتي منفكر بقصص للأطفال الصغار هالشي مش صحيح أبدا أبدا نحن من كبار وصغار ممكن يحضروا أو بس لفئة عمرية معينة كبار قبل الصغار بالعكس نحن من بنقول وللصغار أيضا بس هي الحكاية للكبار وخاصة مساء للكبار الحكاية إذا المهرجان الدولي للحكاية الشفهية والمونودراما بينطلق بكرة على مسرح مونو 11 أدار لغاية 16 أدار بتأمل يستفيدوا من هالفرصة اللي يمكن بتذكرنا بحنين كتير كبير عن تراثنا بلبنان شكرا لوجودكم معنا شكرا وأهلا وسهلا فيكم شكرا. مشاهدينا شكرا لوجودكم أنتم معنا كمان إذا بتحبوا تعطونا رأيكم بحلقتنا أو بأي فقرة مرقت بها الحلقة تواصلوا معنا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي رأيكم بهمنا كتير مشاهدينا لأنه نحن بنعتبركم جزء أساسي من برنامجنا باي باي